اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من خبرياتنا بلا حدود، ومثل العاده رح تشوفوا احلى اللقطات واجملها مع المشتركين ولجنه التحكيم. بعدنا في العرض المباشر العاشر اللي كان موضوعه عن احياء اللغه العربيه وعن فئه السفر والمغامرات نور الابراهيم اللي قدمت فيديو ما اقنع لجنه الحكم تقريبا. خلينا نشوف شو كان رايه لوائل. ستوريز بتسرق لي افكاري انا ومرايا. بس هقول لك ايه الجديد في الموضوع، يعني مش شايف اي محتوى تقدم، وانت بالذات في الترافل كل، انا عارف ان انت قاعده في بيروت علشان المسابقه، بس حاولي تبدعي اكتر من كده، حاولي تطلعي اللي في جعبتك، يعني حتى اذا كان عندك من مشاويرك اللي قبل كده طلعيها، ما هو في الاخر ده ايه، انك انت من موجودة في البرنامج عشان تجاربك السابقة والمخزون اللي عندك، زي ما كتير قوي المشتركين طلعوا حاجات من عبد الرحمن لما عمل بيفور اند افتر، مش عارف مين لما عمل ايه، نستفيد من خبرتها. ابداعي اكتر بالسفر. اكتر من انا شايف حاجة معمولة سناب شات متخيطة في بعض وخلاص. شكرا وائل. مثل ما شفنا وائل ابدا ما عجبه الفيديو اللي قدمته نور ومو شايف فيه اي شيء جديد، بس فايا فحبيت الفيديو، يعني مهضوم حبيته. شكرا لك، هذا ما بدنا نسمعه نحن. وائل، وبعد هالتعليقات السلبية ما كان في تأثير على نور وظلت مثل ما بنعرفها الروح المرحة على المسرح. خلينا نشوف كيف كانت. كاين كلمة سهلة هي توحشتك، يعني توحشتك 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 يا هلا توحشتك فايا، حتى أنا توحشتك بزاف. شكرا. بعدنا مكملين مع جنان وكيل عن فئة الشعر من سوريا اللي سبق وعدت الجمهور انه تثبت نفسها في البرايم العاشر، لانه مثل ما بتعرفوا تعرضت لكثير من الاتهامات. رن على مسامع الفؤاد اصداء حرف معلق بشهيقي، الف تصافح غيوم الأبجدية، وباء لا تهجر مسكن الرحيق، أنا عربي وهذه لغتي، تاريخ مجد في مواسم الغسق، سقفي الحرف منذ أزل والجدران قافيتي، لغة الضاد يا قنديلا ينير ظلمة الأفلاك، شاب شعرها شاب شعرها الناصع بأثر عتيق، وهي تنادي أيا قومي ويحكم، أيا قومي ويحكم، لما الهجر لما الوأد في الحريق، لما الهجر لما الوأد في الحريق. المحتوى اللي قدمته جنان وكيل كان كتير حلو، وبالفعل عرفت كيف تربط بين فئتها وإحياء اللغة العربية. خلينا نروح ونشوف شو كان تعليق فايا. قلتيني عن أكتر معيار حسيت فيه يعني جمالية، مثلاً ما حبيت الخط اللي مختارتي، يعني حبيت القصص التانية بس حسيته جاي من غير زمن، يعني ما حسيته هيك up to date الخط، وعرفتي كيف قصدي يعني. ويارا كمان للأسف ما عجبها الفيديو اللي قدمته نور الإبراهيمي. يارا، الفيديو اللي شفتيه كان على مستوى يلي توقعتي؟ لا، بحس جنان بتقدم أحسن من هيك كفيديو عم بحكي. الشعر كتير حلو، الموضوع كمان اللي حكي اللي كتبته كمان، وإلقاء هو اللي ما فينا نحكي عنه، بس إنه شايفة فيديوز لإلك قبل أحلى. معك صح. منروح فاصل وراجعين. وهلأ خلينا نروح ونشوف شو كان رأيه لوائل عن فيديو جنان وكيف أحيت اللغة العربية بطريقتها. فكرة الفيديو حلوة، فكرة بتكتبي على الزلط ومش عارف مين، لأنه في الآخر بتحاولي تقدري تعملي اللي تقدري عليه علشان توصلي الفكرة. في النظر ما كانش مريح قوي بسبب الأدتس بتاعت، طبعا يعني الأدتنج الأسبوع اللي فات كان أسرع، وده علشان اللغة وبتقولي شعر بطيء وإلى آخره. فهو الشعر طبعا خرافي لأنه دي حتة دي في ملعبك يعني، بس اي ويش بتمنى اكتر انك انت تظبطي زي الاسبوع اللي فات الاديتنج اكتر وتختاري الفونتس بتاعتك. وائل كان في عنده شويه تعليقات على الفيديو اللي قدمته جنان،
وأنا حاسة إنه جينار رح تكون بخطر مثل نور. خلينا هلأ نروح نتابع المشترك راشد. مثل العادة بتحب الغزل كتير، خلينا نروح ونشوف شو قالت المشترك راشد. مساء الخير راشد. أهلا وسهلا. كتير حلوين تيابك. شكرا. كتير حلو البوتاي. بحكي بعد؟ خلص. بالفعل يا راشد كنت كتير أنيق في العرض المباشر العاشر، وبعد ما تغزلت فيه كارلا لازم يجي وائل ويصدمه، خلينا نشوف كيف. الجديد اللي قدمه راشد ولا حاجة الفيديو ده. نشوف شو كان رأي فايا بالفيديو اللي قدمه راشد وإذا بيقدر يرجع للمرتبة الأولى أو لا. كلا. يمكن أكتر معيار يعني أثر فيه اليوم راشد هو الإبداع، يعني الجماليات كانوا مناح، الإبداع والمحتوى طبعاً، جماليات ممكن ينتشر له تأثير لأنه بفرجي جمال الحرف، بس مثل ما قالوا لأنه شفنا كتير منك متوقع مثلاً تخطط جملة مثلاً أنه حكمة أو مثل أو شيء نستنتج أكتر من حرف حرف، يعني هي حلوة بدون شك بس يمكن دايماً نتوقع منه الرسالة كان فيها تكون أوضح. وراشد طلع أبداً ما بحب كارلا، خلينا نتابع. راشد أي أكثر حرف عربي هيك بتحب تكتبه؟ طبعاً حرف الراء لأنه حرف من اسمي. حرف الراء؟ أنا فكرت رح تقول الكاف. كيف طبعاً؟ كارلا. ما طلعت ما بتحبني. خلاص أوكي. بحبك. زعلت. بيحبك بس ما بيقدر هلأ يعبر لأنه موتر بده يشوف. شوف العلامة معك حق يا را. أنقصتيه. العلامة يا راشد. 57 وشوف ترتيبك. ترتيبك الثاني. أنا سكورات منهم كثير عاليين الليلة، فهذا الشيء ساعدك. شكرا لك راشد. ورغم كل اللحظات الصعبة اللي مر فيها راشد من آراء مختلفة من لجنة الحكم إلا إنه احتل المرتبة الثانية. ألف مبروك يا راشد. مشاهدينا منروح فاصل ومنتابع. وعن التحدي الثاني اللي كان عن تبادل الفئات خلينا نشوف نور الدين عن فئة سينما شو قدم. واضح انه نور الدين حاول يعمل كثير مجهود لينافس المشتركين في هالتحدي. نتابع ونشوف شو قال وائل. لا شكرا وصلت الفكره. انت خلاص بقى
لا عملتهم كلهم هلا. I think this is like a really عم بمزح. لا خلينا نتكلم بجد. نور انا ما عجبنيش الفيديو، لا شايف فيه جماليات ولا شايف فيه، حاسه حاجه تعرضت ايام القنوات اول ما ابتدت يعني، حتى مش 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 حاسسها يعني. انت عايز تصور مباني قديمه وتلونها بس فيري بور، فقيره فيديو. انا مو ارتست يعني، ما انا عارف انك انت مش ارتست، بس يعني هو دوت تحدي وانت قبلت التحدي وفقير، فيديو فقير. وصلت الفكرة، شكرا. حرام عليك يا وائل، دائما تحبط المشتركين بتعليقاتك السلبية. المهم الظاهر انه مو بس المشتركين كان عندهم تحدي تبادل الفئات. نروح ونشوف وائل وكارلا شو عملوا. تحديات اقوى ومنافسة اصعب بانتظار المشتركين بالبرايمات الجاي، وعشان تعرفوا عنها أكتر تابعونا في اليوميات من الحد للخميس للساعة 10 بتوقيت السعودية، ومن خلال صفحات التلفزيون الآن على فيسبوك وتويتر وإنستغرام. إيه رأيك يا كارلا في تبادل فئتنا؟ You look awesome. Out Thank you. ربنا يخليك. Effortless. You are flawless. شكراً، وصلت الفكرة. فايا. I really like you so much. إزاي نترجم كل دول بالعربي؟ ومثل ما شفتوا وائل كان بيحاول يقدم البرنامج ويقلد كارلا على مسرح نجوم بلا حدود. خلينا نشوف كيف كانت لفة وائل. ومثل ما بتعرفوا مشاهدينا، وائل ممثل كوميدي في الأصل وبحب الكوميديا كتير. خلينا نتابع ونشوف شو عمل. فايا، إيه رأيك في في اللي قديمه وائل؟ بالضبط. أنا شايفة إن فايا وصلت الفكرة. ودلوقتي هنرجع لكارلا وكارلا وبس. ودلوقتي أنا في البر. بصي الحواجب. طيب. طب خليها عنا شوي. خليها عندكم شوية. خديها. خديها. لا ما اقدرش، ده انا مكاني يعني مش عارف ازاي هقعد من بعديك يا كارلا. الله الله، انت رائع وائل. والله انت اللي رائعة. You are awesome. Extravagant. ولهون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم مشاهدينا، بلاقيكم بكرة بنفس الموعد لحتى نعرف مين غادرنا في العرض المباشر العاشر. كنت معكم لوريس حراني، تصبحوا على ألف خير.